السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التطورات العسكرية في محافظة صعدة والانتصارات التي حققها الجيش الوطني هناك. أعلن الجيش الوطني استكمال السيطرة على مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة عقب عملية عسكرية واسعة مع ميليشيات الحوثي. مصادر عسكرية أكدت أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية. تأتي هذه العملية العسكرية استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة العسكرية الخاصة بعملية قطع رأس الأفعى. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مستقبل العمليات العسكرية في صعدة، والتحديات والصعوبات التي تواجه الجيش في استكمال تحرير المحافظة. مديرية الظاهر تحت السيطرة الكاملة للجيش الوطني، إنجاز مهم في طريق تقدم الجيش باتجاه المعاقل الرئيسة لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، وأول مديرية يتم استعادتها كاملة من أيدي الميليشيا في هذه المحافظة. تقع مديرية الظاهر إلى الجنوب الغربي لمحافظة صعدة، وإلى الشرق منها تقع مديرية حيدان، وفيها منطقة مران التي تشكل معقلا رئيسا لزعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية الذي يعتقد أنه يتواجد في صنعاء حاليا. خاض الجيش ممثلا في اللواء الثالث عروبة وبدعم من طيران التحالف معركة وصفت بأنها كانت واسعة وعنيفة مع قوات الميليشيا في آخر المناطق التي كانت لا تزال تحت سيطرتها، ومنها الكحلة ونقيل بن حارث والمقرن وطيبان وجزاع والخلبة وقمامة. الأنباء الواردة من جبهة الظاهر أكدت أن المعارك مع الحوثيين في هذه الجبهة تسببت في إلحاق خسائر فادحة بالمعدات العسكرية للميليشيا وبسقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحيها بينهم قيادات ميدانية أبرزها المشرف في الميليشيا حسن علي حسن ومسؤول إمداد الميليشيا في المنطقة ويدعى أبو ضياء، والذي لقي مصرعه مع 7 من مرافقيه فيما فر العديد من عناصر الميليشيا شمالا باتجاه مديرية شدة وجنوبا باتجاه محافظة حجة المجاورة. نحن هنا أبطال لواء الثالث عروبة نسيطر على مواقع جديدة استراتيجية مطلة على مثلث عقبة مران، ومنها عقبة الظاهر وعقبة الصافية، وإن شاء الله مستمرين في دحر العدو. بينما تم إخماد وإحراق 2 طقومات قبل قليل، تم إحراق 2 طقومات ومدرعات قبل قليل، ونحن نرصد تحركاتهم. قيادات ميدانية في الجيش الوطني أكدت أن قوات اللواء الثالث عروبة أفشلت عملية واسعة من جانب الحوثيين لتعزيز قواتهم المندحرة في جبهة الظاهر عند مثلث مران، وألحقت بكتيبة الدعم خسائر كبيرة. بعد عجز الميليشيا عن صد زحوفات أبطال اللواء الثالث عروبة، أقدموا يوم أمس بكتيبة تدعى كتيبة الولاية المدربة نوعيا في مناطق الانقلاب، إلا أنه أمس، هذه معلومة دقيقة طبعا، تم من قبل وحدات استطلاعة اللواء رصد هذه الكتيبة وتحركاتها من جانب العدو، وتم استهدافها بأكثر من 30 صاروخ بالراجمات، وتمت العملية بنجاح، وتم استهداف قيادات بارزة وأفراد، وتم تدمير عدة وعتاد، ولله الحمد والمنة. معركة استعادة الظاهر تفتح الباب واسعا أمام تطورات عسكرية مهمة خلال المرحلة المقبلة، عنوانها التراجع الكبير لميليشيا الحوثي في أهم معاقلها بمحافظة صعدة، ويبقى الرهان على جهوزية الجيش الوطني وعلى إمكانية استمرار حصوله على الدعم العسكري اللازم لإتمام معركته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المتحدث باسم الجيش الوطني من مأرب السيد عبدو مجلي. مساء الخير سيادة العميد، بداية ضعنا بالتفاصيل حول العملية العسكرية التي انتهت بتحرير مديرية الظاهر وأهميتها. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي العزيز، وشكرا أيضا للطاقم الإعلامي في قناة بلقيس، هذه القناة الرائدة والمميزة والمهتمة أيضا بالانتصارات التي حقق الجيش الوطني في مختلف الجبهات وأهمها محافظة صعدة، وبالأخص في جبهة الظاهر في الملاحيظ. فقد حقق الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف العربي تقدما كبيرا في مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، وسط انهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران. وتقدم الجيش الوطني بخطوات متسارعة بعد استخدام عدد من التكتيكات العسكرية
واهمها الالتفاف والتطويق والمباغته والمفاجاه. نفذت عمليه الالتفاف وتمكن الجيش من تحرير مواقع الرماديات ومركز والده وغاشي وبيت الزهلي وبيت العماش والمديحيم والكحلاء وجبل جزاع وادي الخلبه والناسنه ايضا وجبل الراكب وجبل عجان، وكذلك تحرير جبل حبيش وجبل الصافي المطل على مثلث مران. وكما تقدم ايضا في المحور الثاني باتجاه محافظه حجه، وتمكن من تحرير قريه الدباع ووادين وملقى جرس وطلح والجميمه وعزله غافره بمختلف قراها ودينها. والمعارك دارت في المناطق القريبه من الخط الدولي في مناطق على حدود مديريه بكيل المير التابعه لمحافظه حجه، والمناطق المحاذيه اخي العزيز لمديريه حيدان. الميليشيا الانقلابيه فرت امام الضربات القويه والمركزه للطيران المقاتل وكذلك ايضا لاسلحه الجيش الوطني، وخلفت خسائر كبيره في الارواح والمعدات، وما زال الجيش الوطني في تقدم مستمر. سياده العميد في مديريه نعم. سيادة العميد، لو حدثتنا عن إحصائية رسمية عن عدد القتلى، عدد الأسرى من الطرفين، من الميليشيا وأيضا من تضحيات الجيش الوطني في هذه المعركة. حقيقة فقدنا الاتصال بالعميد عبد مجلي، سنعاود به الاتصال بالتأكيد إلى أن ينضم إلينا أيضا المحلل العسكري نعم من مصر من القاهرة السيد علي الذهب. مساء الخير سيد علي. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد علي. في البداية، أنت كيف أو ما هي الأهمية التي تمثلها عسكريا واستراتيجيا السيطرة على مديرية الظاهر في صعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ولفريق العمل وللمشاهدين. مرحبا بك. حقيقة أن العملية التي تدور في منطقة صعدة بشكل عام تمثل في مجموعها محصلة لعمل عسكري يستهدف مركز الجلب أو ما يسمى استراتيجية ضرب مركز الجلب. وصعدة تمثل بالنسبة للحوثيين هي مركز جلب سياسي وعسكري، وبالتالي فإن التقرب إليها من عدة محاور، ومنها الظاهر مديرية الظاهر أو رازح أو باطن أو الكتاف من جهة الشرق، تمثل عمل نوع من أنواع التقرب إلى مركز الجلب سواء في المديرية مركز المدير المحافظة صعدة أو معقل الحركة الحوثية في مران في منطقة حجان. وأتصور أن مثل هذا العمل يحتاج جهدا عسكريا وسياسيا واعلاميا، لان كل هذه الاعمال او هذه الادوات تؤازر بعضها البعض. نعم. طيب سيد علي، يعني من ناحيه الاهميه العسكريه لهذه المديريه، هل تعتقد انها ستؤثر في سير معركه صعده والوصول الى مركز المحافظه؟ بطبيعه الحال كل شبر يخسره الحوثيون هو بالنسبه للطرف الاخر مكسب، وبالتالي فان تموضع القوى قوات جديده تتيح فرصه للقوات السابقه انها تطور هجومها الى مناطق اخرى او يجري الدفع بوحدات التي كانت في المؤخره لتطور عمليه الهجوم الى مرحله اخرى، او استثمار الهجوم استثمار المعركه بالنسبه للمطارده او يعني تعقب حلول الحوثيين او تمشيط المناطق التي كانوا يتواجدون فيها وازاله الالغام او تمكين السكان من العوده وما شابه ذلك. نعم. طيب ابقى معي سيد علي واعود الى مأرب مع المتحدث باسم الجيش العميد عبد المجلي. سيادة العميد، كنت قد سألتك عن الإحصائية الرسمية لعدد القتلى والأسرى من الميليشيا وايضا تضحياتكم في الجيش الوطني في هذه المعركة. الحقيقة هناك أعداد كبيرة من الخسائر البشرية للميليشيات الانقلابية الحوثية في مختلف الجبهات القتالية وبالذات في جبهة الملاحظ مديرية الظاهر، وكما أن هناك أيضا شهداء وجرحى للجيش الوطني والذين صنعوا النصر في تلك الأماكن بالتضحيات العظيمة لجيشنا الوطني. وكان هناك أيضا تقدم، وما ومن حيث المقارنة فإن خسائر الميليشيات الإنقلابية الحوثية كبيرة مقارنة
بما بالشهداء الأبطال الذين رووا الأرض في محافظة صعدة بدمائهم ليصنعوا فجر وأمل نعم. جديد في لتحرير محافظة صعدة. نعم سيادة العميد، من الناحية العسكرية الأهمية التي تشكلها مديرية الظاهر بالنسبة لكم استراتيجيا وعسكريا في معركة صعدة؟ الحقيقة هذه تحرير المديرية سيكون لها دلالات كبيرة من الناحية العسكرية. أولا أن في جبهة الظاهر جبل مران الاستراتيجي، وهذا الجبل هو الذي انطلقت منه الحركة الحوثية التي دمرت مقدرات الوطن اليمني وقتلت ودمرت الأرض والإنسان. هذا الجبل تختبئ فيه رؤوس الميليشيات الانقلابية الحوثية، ونحن في إطار عملية قطع رأس الأفعى. ستقطع رأس الأفعى من جبل مران من تلك الكهوف والمغارات. سيرفع أيضا أخي العزيز العلم اليمني، والذي وعد به الأخ رئيس الجمهورية بأن علم الجمهورية سيرفرف على قمة جبل مران. ها هو اليوم يرفرف العلم في أجزاء من جبل مران، لكن في المستقبل القريب ستسمع أنت أخي العزيز والسادة المشاهدين ويروا أيضا بأعينهم برفع العلم على قمة جبل مران، وتقلع تلك الميليشيات الانقلابية أيضا من تلك الكهوف، ويتم أيضا الأهمية استعادة الأسلحة المنهوبة من مخازن القوات المسلحة اليمنية والتي هي مخزنة في جبل مران، كما ستستعاد أيضا الأموال المنهوبة من البنك المركزي والتي أيضا خزنتها الميليشيات الانقلابية في تلك الجبال والمغارات. ستكون أيضا منطلق المديرية لاستكمال تحرير محافظة صعدة بالكامل، وكذلك أيضا التقدم نحو حجة والسيطرة أيضا على الخط الإسفلتي. طيب سيادة العميد، نعم، بين محافظة حجة وصعدة. نعم اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث من الرياض المحلل السعودي سلمان عسكر. مرحبا بك أستاذ سلمان. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك أستاذ سلمان. لا شك أنه تحقيق انتصار كبير بالنسبة للمعركة في محافظة صعدة، السيطرة على مديرية الظاهر، لكن هناك من يقول بأن هدف هذه العمليات العسكرية في صعدة هو عمل حزام أمني ربما عن السعودية، كيف تعلق على هذا الطرح؟ أبدا هذا الكلام غير صحيح مبدئيا سيدي. كما تعلم بأن قوات الشرعية من وقت مبكر أمامها هدف رئيسي وهو تحرير معقل الحوثيين صعدة، والذي يحتوي على كم هائل وكبير جدا من الصواريخ والمتفجرات والأسلحة المختلفة بما فيها الألغام والأسلحة الأوتوماتيكية وما شابه ذلك. تحرير صعدة سيكون قاصمة ظهر للإنقلابيين. لو كان كما تقول أن الهدف هو وضع حزام للحدود السعودية لكان الاتجاه أتى من الجهة الشمالية لصعدة التي هي تحت الحدود السعودية، ولكن كما ترى بأن التحرير يأتي من المناطق الجنوبية والشرقية لصعدة، وهناك تقدم متزامن مع قوات من الجهة الغربية لمحاصرة صعدة. الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية من جهة صعدة محمد قوات سعودية، يعني ليس بحاجة إلى وجود تحالف لحماية الحدود السعودية أو وضع حزام أمني. كما تعلم الحوثيين من الحروب الأولى وما يمارسون مناورات مع الحدود السعودية، ووجدوا ردود رادعة لهم. نعم. ورسالة قوية بأن الحدود السعودية محمية بإذن الله. نعم. طيب أستاذ سلمان، هذا الدعم الكبير الذي تحظى به معركة صعدة على مختلف الجبهات فيها، لماذا لا يكون نفس الدعم في الجبهات الأخرى؟ أعني هنا مثلا نهم على أبواب صنعاء، أيضا في ميدي، أيضا في تعز. كيف تفسر هذا الدعم الكبير في صعدة بعكس المناطق الأخرى؟ كما تعلم يا سيدي بأن صعدة تمثل هدف رئيسي للشرعية. صعدة هي معقل ومخزن الأسلحة الحوثية التي منها تنطلق الدعم إلى نهم وإلى صنعاء وإلى غيرها. عندما يشدد الخناق على صعدة فإنها ستكون النهاية الأبدية إن شاء الله للحوثيين. أيضا أنا أختلف معك في نقطة لو سمحت لي عزيزي، أن نعم. الدعم الموجود في الحديدة أو في الساحل الغربي أو في تعز أو في نهم على مشارف صعداء على مشارف صنعاء هو ذات الدعم المتوفر والموجود في صعدة، ولكن نعم. هناك كما تعلم حرص من جانب الشرعية والتحالف الدعم للشرعية في اليمن على أرواح الأبرياء،
تحرير صعدة يا سيدي، وكما أعلن سمو ولي العهد السعودي لا يستغرق أيام معدودة، وكذلك صنعاء، ولكن هناك أرواح مدنية وبشرية يضرب لها الحسبان والاعتبار. هذا هو السبب الذي يضع المعركة تسير وفق خطوات متأنية ومراعية لأرواح المدنيين في المقام الأول. نعم. طيب ابقى معي سيد سلمان، أعود إلى القاهرة مع المحلل العسكري السيد علي الذهب. سيد علي، قراءتك أنت من ناحية استراتيجية عسكرية أقصد هنا في سؤالي، في الدعم الكبير الذي تحظى به جبهة صعدة بعكس الجبهات الأخرى كجبهة نهم مثلا أو ميدي أو تعز؟ في الحقيقة ربما أشار ضيفك على الطرف الآخر أن صعدة تحتل أهمية كبيرة، وكما أشرت سابقا بأنها تمثل إحدى البؤر الاستراتيجية أو بؤر الجذب الاستراتيجي، سواء من حيث القيمة الاستراتيجية للمناطق حيث معقل الحركة الحوثية، أو من حيث وجود القادة العسكريين البارزين فيها الذين دفع بهم الحوثيون إلى هذه المناطق، أو من حيث الأسلحة، لأن هذه المناطق تمثل مناطق تهديد على المملكة، حيث يجري فيها إطلاق الصواريخ القصيرة المدى، أكثر من 66 ألف مقذوف أطلق على المناطق الحدودية، عسير ونجران وعسير وجيزان. هل تأتي في إطار سيد علي، هل تأتي في إطار عمل منطقة عازلة على الحدود السعودية مع اليمن؟ أعتقد أن هذا ضمن الأهداف. إذا أردنا أن ننظر إلى العملية العسكرية كيف نشطت مؤخرا وبشكل فجائي ومثير للجدل، فإن هذا يأتي نتيجة للضغط الذي مارسه المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أو الدول الكبرى على معركة الحديدة، فانتقلت المعركة من منطقة من مصادر تهريب الأسلحة والصواريخ إلى مناطق الاستفادة منها، وهي صعدة وحجة. نعم. بالتالي فإن السيطرة على مثل هذه المناطق تمثل هدفين. الهدف الأول هو هدف يندرج ضمن الهدف الأكبر للشرعية، وهو استعادة السلطة والمناطق الخاضعة للحوثيين، وإلى جانب ذلك طبعا ربما قد يكون الهدف أو التوجه السعودي هو تأمين مناطق أو كبح إطلاق الصواريخ من هذه المناطق، لأنها تمثل تهديد لمناطق الحدود السعودية تحديدا الجيزان ونجران وعسير. نعم. طيب أعود للعقيد عبدو مجلي المتحدث باسم الجيش، العميد عبدو مجلي عفوا. سيادة العميد، ربما يتساءل الكثير هذا الاهتمام الكبير من قبل الجيش الوطني والمعركة التي لم تتوقف وتحظى بدعم كبير في صعدة، لماذا الجبهات الأخرى في نهم أو ميدي أو تعز لا تحظى بهذا القدر الكبير من الاهتمام؟ هل هو عدم وجود دعم لهذه الوحدات من الجيش في هذه الجبهات، أم هناك استراتيجية ينتهجها الجيش في التقدم في هذه المنطقة وتوقيفها في المناطق الأخرى؟ أشكر ضيوفك الكرام أولا، وثانيا أخي العزيز السؤال هو في غاية الأهمية. الجبهات بالكامل مدعومة من قبل دول التحالف العربي، هناك دعم لوجستي وهناك إسناد طيراني متواصل، ونحن من خلال قناة بلقيس نشكر دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على ما يقدم في للجيش الوطني والذي أصبح يتقدم في مختلف الجبهات. لكن نقول إجمالا أن هناك جبهات متعددة في محافظة صعدة، وأهمها جبهة الظاهر في مديرية الظاهر، كذلك كتاف، وكذلك جبهة البقع وجبهة شدا، وكذلك جبهة أيضا الباقم. هذه الجبهات بالكامل واستطاعت أن تحكم الخناق على الميليشيات الإنقلابية الحوثية أولا. الثاني نقطة أن هذه المحافظة هي معقل الميليشيات الإنقلابية الحوثية وقادتها، وهي المنطلق السرطاني على اليمن من محافظة صعدة، رغم أننا نكن التقدير والاحترام لغالبية المواطنين ومحافظة صعدة الذين عانوا الظلم والجور. نعم. والقتل من هذه الجماعة الميليشاوية التي المدعومة. نعم. عميد عبدو، كذلك. نعم. أن هذه المناطق هي التي منها تطلق الصواريخ الباليستية على المدن الآهلة في السكان داخل اليمن أو خارجها، وهناك دعم حقيقي لكل الجبهات. نعم. نعم. عميد عبدو، الكثير ربما يتساءل، هو سؤال منطقي لليمنيين جميعا،
لماذا لا يتزامن مع هذه المعركة تحرك في الجبهات الأخرى؟ أقصد هنا في نه، في تعز، في ميدي، في الحديدة، حتى يكون هناك معركة واحدة وربما يعني تقصر المدة في إنجاز أي انتصار في هذه الجبهات. نحن الآن بحسب الإجابة على سؤالك حول صعدة، وإلا نحن لدينا اليوم انتصارات في حيفان، استطاع الجيش الوطني تحرير عدد من الأماكن الهامة وأبرزها سوق الخزقة ومنطقة العزير والخزرقة والخزقة أيضا وجبل الكرب والحبوال وجبل هيكة الجن، بالإضافة إلى تحرير مركز السويداء في عجلة العروق. المعارك أيضا مستمرة أخي العزيز في ماوية وحققت انتصارات كبيرة. المعارك أيضا في اللحج، واستطاع الجيش الوطني التقدم سواء في القبيطة أو في الشريقة. الجيش الوطني يحقق انتصارات أيضا في الساحل الغربي بالتقدم في مركز مديرية الدريمي، وكذلك أيضا نحو زبيد ونحو الجراحي في تقدم مستمر. وتقدم سيادة العميد تم تحريره، وكذلك في برط العنان في الجوف، الانتصارات متواصلة سيادة العميد. حتى وإن حدث هناك تقدم لكنها ربما محدودة وبسيطة جدا، لا ترقى إلى مستوى تحقيق انتصار كبير يغير المعركة على الأرض. لكن اسمح لي أن أعود للمحلل السعودي الأستاذ سلمان عسكر. أستاذ سلمان، الآن في هذه المعركة في محافظة صعدة وأيضا في بقية الجبهات، هل تعتقد بأن التحالف العربي يعني يهدف من هذه العملية هو إنجاز عملية عسكرية وانتصار كبير، أم هو فقط للضغط على الميليشيا من أجل التقارب للدخول في المفاوضات المزمع أن تعقد في هذا الشهر بإشراف من الأمم المتحدة؟ أبدا صديقي، ليس هناك أي مجال لوضع مساومات أو موازنات مع إنقلابيين انقلبوا على الشرعية. الهدف الواضح أمام التحالف هو إعادة الشرعية من أيدي هذه العصابات الحوثية، والتقدم سيبقى وسيستمر سواء أكان هناك مفاوضات قادمة أو ليس أمام التحالف إلا هدف واحد وهو إعادة الشرعية. لن يتم قبول أي مفاوضات أخرى أو مساومات، بالعكس من يحاول إلى هذا الهدف هو الإنقلابيين أنفسهم. ولكن دعني أشير إلى أن التحرير للشرعية على خطوات خفيفة. هذا يا سيدي، هناك زراعة ألغام بآلاف بكميات كبيرة جدا وبالآلاف في مواقع مدنية. نعم أستاذ سلمان، فقدنا الاتصال ربما بالأستاذ سلمان عسكر المحلل السعودي، كان معنا من الرياض. وعودة إلى القاهرة مع المحلل العسكري سيد علي الذهب. سيد علي، أنت باعتقادك هل الهدف من هذه العمليات هو الضغط على الميليشيا من أجل المفاوضات القادمة والعودة للحل السياسي، أم هو في إطار فعلاً تحقيق انتصار واجتثاث هذه الميليشيا الانقلابية برمتها؟ سبق أن تحدث عن هذا أو أجبنا على السؤال في السؤال السابق، ولكن نريد أن نؤكد أيضا مجددا على أن العمل السياسي، المعركة أو العملية السياسية هي امتداد الحرب أو تواصل لها. فإن كان الضغط العسكري سيؤدي إلى تقارب سياسي سيكون ذلك ممكنا إذا خلصت النوايا وأرسل الحوثيون استعدادهم لتسليم الأسلحة ولتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية والمخرجات الحوار، لكنهم يرفضون هذا الشيء، يرفضون مخرجات الحوار الوطني وليس لهم أي مرجعية ثابتة أو لا ينفعون مثل هذه المرجعية. وبالتالي فإن المسألة من أجل الحرب، من أجل التقريب، أعتقد أنها مسألة عرفية، ويجب أن يفهم بأنهم لا ينفعون، لا أقول رب العصر، ولكن التجارب أثبتت أنهم لا يؤمنون بأي حل في الدنيا أبدا. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري علي الذهب، كنت معنا من القاهرة. وعودة أخيرة إلى العميد عبدو مجلي. سيادة العميد، عقب كل انتصار وعملية تحرير كبيرة يعني يقوم بها الجيش الوطني، يحدث هناك توقف لهذه الجبهات وهذا التقدم.
في صعدة، هل ستستمر هذه المعارك وستستمر بهذا النفس الذي يحقق انتصارات حقيقية، أم سنشهد توقف كبقية الجبهات الأخرى؟ نحن في الجيش الوطني نسير وفي خطة استراتيجية ومدروسة ومعدة من قبل قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وبالتنسيق وتنظيم التعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. نحن في الجيش الوطني مهمتنا الدفاع عن الوطن من الميليشيات الانقلابية الحوثية المنفذة للأجندة الإيرانية، والجيش الوطني لن يتوقف أبدا، بل سيستمر في عملية تحرير الوطن اليمني بالكامل ويستعيد تلك المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران. هذه الميليشيات الانقلابية هي التي رفضت المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2016 ومخرجات الحوار الوطني. هذه الميليشيات الانقلابية هي التي تنفلت عن كل الاتفاقات وعلى كل الهدنات وعلى كل المعاهدات. الميليشيات الانقلابية الحوثية هي التي رفضت الانصياع أيضا لشعبنا اليمني، وهي التي دمرت مقدرات الوطن ودمرت الأرض والإنسان. نعم. هذه الميليشيات الانقلابية اليوم نحن واجبنا في الجيش الوطني هو التحرير والحسم العسكري، هو الطريق الآمن والأقرب لإعادة. لكن المدة طالت سيادة العميد، المدة طالت الآن، نحن ندخل في السنة الرابعة من هذه الحرب ولم تنتهي، وأتمنى إجابة مختصرة في أقل من دقيقة لأنه انتهى الوقت. إن طال الوقت فنحن إن شاء الله في طريقنا إلى تحرير اليمن بالكامل، وعما قريب أخي العزيز ستسمع أنت والسادة المشاهدين تحرير هذا الوطن اليمني من قبضة الميليشيات الانقلابية الحوثية. اليوم الميليشيات تنهار والجيش الوطني هو الذي يتقدم في كل المحافظات والمناطق. المتحدث باسم الجيش الوطني العميد عبدو مجلي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من محافظة مأرب، والشكر أيضا للمحلل العسكري كان معنا من القاهرة السيد علي الذهب، وكذلك الشكر للمحلل السياسي السعودي سلمان العسكر كان معنا من الرياض. ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.